أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. ذكر بنك المغرب أن ظروف تزويد الأسواق بالمواد الأولية ظلت عادية خلال الفصل الثالث من سنة 2016 حسب غالبية المصنعين. وأوضح بنك المغرب في مذكرة حول نتائج بحث الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016 أن هذه الملاحظة همت كافة فروع النشاط، مسجلا أن نسبة المصنعين الذين يصرحون بوجود صعوبات في 18% التزود بالمواد الأولية، أو عفوا بلغت 18% في قطاعي النسيج والجلد و11% في قطاع الميكانيك والتعدين. في موضوع آخر، أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في المغرب يعتبر عاديا حسب غالبية المقاولات وغير ملائم بحسب ربع هذه المقاولات خلال الفصل الثالث من سنة 2016. وأوضح بنك المغرب الذي نشر نتائج بحث حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016 أنه بحسب فروع الأنشطة فإن نسبة الفاعلين الصناعيين الذين يعتقدون أن مناخ الأعمال عادي بلغت 89% في قطاع الصناعة الغذائية والثلثين في قطاع النسيج والجلد وفي الصناعة الكيميائية. في موضوع آخر، قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية يوم 27 أكتوبر الجاري التسوية يوم 1 نوفمبر بعملية لتبادل سندات الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 4.694 مليار درهم. وأوضح بلاغ للمديرية صدر اليوم الاثنين على موقع الإلكتروني للوزارة أن هذه العمليات التي تندرج في إطار التدبير النشيط للدين الداخلي تروم ضمان سلاسة في جدولة استحقاق الدين الداخلي عبر تقليص ذروات السداد. وختاما، سيستفيد 10,000 من صغار المربي من برنامج حليب بلادي في أفق 2020 على مدى 5 سنوات. أعلن عن ذلك اليوم خلال نشاط لشركة سونتراليتير تزامنا مع انعقاد كوب 22 بمراكش. التفاصيل رفقة زينب نمروك. حليب بلادي برنامج يهدف إلى دعم ومواكبة منتجي الحليب بالمغرب من أجل جعل إنتاجهم أكثر احترافية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الممارسات الجيدة وتشجيع محاصيل الأعلاف البديلة. حليب بلادي هو نموذج للتنمية المندمجة من المنتج إلى المستهلك، يسمح بظهور ممارسات للتغذية الصحية من خلال تزويد السوق بحليب 100% مغربي، وينتج على نحو مستدام لخدمة المستهلك. Donc je suis content de vous parler du projet Eli Bladi. C'est un projet que Danone, Centrale Danone, a lancé il y a 18 mois. On a d'abord fait un pilote, ce qu'on appelle chez nous un laboratoire, pour vérifier que ce qu'on pensait développer avec ce projet donne les résultats. Et au vu de bons résultats, une croissance très forte du rendement laitier de la vache, on a vu ce matin que nos meilleures vaches de nos producteurs engagés dans ce programme sont passées de 14 à 30 litres, au vu aussi d'un coût de production qui au même moment a baissé, notre promesse, l'engagement qu'on avait donné à nos producteurs qui étaient en pilote, s'est révélé positive, puisqu'ils ont amélioré de façon significative leurs revenus pour leur foyer. Au vu donc de ce bon résultat, on a décidé d'accélérer le projet et de l'ouvrir maintenant à 10 000 producteurs. Et aujourd'hui, on vous présente ce projet et cet engagement officiel d'amener d'ici 2020 10 000 de nos 120 000 producteurs embarqués dans ce projet Eli Bladi. الهدف ديالنا هو كيفاش نرفعوا من المداخيل ديال الفلاحه ديالنا، وكيفاش نجعلوا هذا الانتاج الحليب اكثر ملائمه للاكراهات البيئيه، بمعنى نستعملوا انتاج ديال الاعلاف اللي تكون كتستهلك اقل كميه ممكنه من الماء، ونستافدوا من هاد الطاقه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى اللي هي الطاقه الشمسيه، كيفاش يمكننا نجعلوا بان المراكز ديال الحليب يستعملوا هذه الطاقه الشمسيه. والمساله الثالثه، اذا من جهه بغينا نرفعوا من المداخيل ديال الفلاحه اللي عندنا معهم شراكه 10,000 فلاح ان شاء الله من هنا 2020. من الناحيه الثانيه، ان الانتاج الحليب في المغرب يولي اكثر مراعاه للبيئه. والمساله الثالثه، ان المداخل الاضافيه اللي كيجيب هذا المشروع بغينا طرف منها يتستثمر في مشاريع سوسيو اجتماعيه.
وينخرط البرنامج الذي ينشطه خبراء تخصصهم سنترال دانون لهذا الغرض، والذي ينزلون للميدان إلى جانب مربي الماشية في إطار منظور شمولي لتطوير العالم القروي، مع اقتراح خدمات للقرب في مختلف الدواوير اعتمادا على الاحتياجات المحلية من حيث المرافق والتجهيزات السوسيو تربوية. درنا هذا البرنامج هذا ديال الحليب بلادي، كنا استفدنا من حليب بلادي من هذه سنتراليتير، درنا معاهم باش يعطونا هاد البقرات هادو، عطاوهم لينا الحمد لله وتوفرنا باش نوفروا لهم الحليب والجوده، وهما يعطونا على حساب الجوده. كنا 15 منخرط من اللي صفينا دوك الناس اللي هما ما كيخدموش مزيان، الجوده ديالهم ما مزياناش، حيدنا بقينا حنا تسعود كنديروا دابا هو اسمه ديال الحليب، كنديروا داك السكانير وداك الشيء اللي هوايا حليب مزيان كندخلوه، اللي ما مزيانش ما ندخلوش. الحمد لله ولينا كلشي الحليب مزيان، كنا كنتخلصوا ب 3 دراهم و40، 3 دراهم ونص، دابا درنا 3 دراهم و90، 3 دراهم و80، 3 حتى 4 دراهم، والحمد لله والشكر لله. ودرنا هذا البرنامج ديال الحليب بلادي، استفدنا منه هذاك الروض اللي درناه بعد الوليدات صغار ولاو قراو لينا فيه، كانت المدرسه بعيده عليهم بزاف ما يقدرش الانسان، ومع الوضعيه ديال بنادم وهذا كاين اللي مسكين ما فحالوش كاين اللي هذا، ولينا الحمد لله وفرنا لهم هذا القسم هذا، ولاو يقراو فيه هذوك الوليدات، هذاك هو الربح ديالنا حنا. من خلال تكريس خبر مشاركته في برنامج حليب بلادي ضمن فعاليات كوب 22، تؤكد سنترال دانون التزامها بتطوير منظومة صناعية قروية مستدامة ومسؤولة بيئيا. وبهذا نكون وصلنا إليكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى الغد في أمان الله.